الشاب الأمريكي عمره 17 يريد الهجرة إلى بلد مسلم وقال أنا مفتون هنا وما خرجت من مدرسة الثانوية ولا أشتغل حاليا فما نصيحتك لهذا الشاب؟ والله يا أخي أنا مفتون في ديني لا أعرف أدعو إلى أحد البلاد الإسلامية من أجل أن يحفظ القرآن ويتعلم السنة ويحفظ دينه الهجرة واجبة على أنفسنا في ديني واجب علينا أن نهاجر إلى مكة لكن إذا لم يتمكن ذلك فعليه أن يصاحب المسلمين وأن يلزم على الإسلام في بلده وأن يلتحق بأحد المراكز الإسلامية في بلده ومن يتق الله جل وعلا. بارك الله فيك. هذا السؤال الأخير